طروحها ستطرح على مجلس الشعب لتأخذ طريقة الدستوري. إذا هي في مجال التنفيذ، يعني لا يمكن أن نحكم على النوايا الآن. إذا أردنا أن نحكم على النوايا هذه مشكلة. الأمور تسير على الطريقة الصحيحة، والدليل على ذلك أن الشارع قد ذهب اليوم في سبيل الوفاء للوطن. شعار المسيرات التي كانت اليوم هي الوفاء للوطن، ضد الفتنة، ضد الطائفية، ضد أي تدخل أو فتنة خارجية تطرح أو تقدم للجماهير في سوريا. إذن الموضوع موضوع علاقة بين قيادة وشعب، والأمور اليوم أعتقد بأنها كانت تبشر بأن صحابة الصيف التي مرت بدأت تذهب عن سوريا، والأمور تسير نحو الهدوء، وليس هناك أي مشاكل بالشكل الذي كان عليه قبل 5 أو 6 أيام. سيد عبيدة، خلينا نركز في هذه النقطة الخارجية، وهي تصريحات كلينتون حول سوريا. تقول ليس هناك جدية، العالم ينتظر ما سيتفعله السلطة. السلطة قالت أنها، أنا أخذ رأي سيد طالب لأن الأقمار الصناعية سأعود إليك بما أنك معي في الاستوديو. سيد طالب، إلى أي حد هناك تخوف دولي، تخوف عالمي من أن يكون هذا مجرد حديث أو مجرد ذر الرماد في العيون حتى يتم تهدئة الشارع وبعدين لن يكون شيء؟ إلى أي حد تقرؤون الموقف الأمريكي والموقف أيضا وزير خارجية الفرنسي ربما أشار إلى شيء من هذا القبيل؟ هناك قلق من الوعود السورية، كما هناك قلق في الشارع أيضا، يعني لا نستطيع أن نخفي ذلك. يعني نعود إلى أن الأمور وكأنها حكم على النوايا. لا يجوز الحكم على النوايا. الحديث عن دعوة الحكومة السورية وغير ذلك، هذه الدعوات للأسف جاءت متأخرة. يعني الحكومة السورية أو النظام في سوريا إذا أردت التزم بهذا الموضوع ولم يعد يعامل المتظاهرين بالوحشية كما يصفونه. إذن الموضوع يسير نحو الأفضل ونحو تنفيذ هذه الوعود التي أطلقت. أما الحكم على النوايا كما قلت أمر غير مقبول. يعني يخرج علينا أحد من بعيد ويريد أن يفسر لنا أو يفسر لنا ويخبرنا ماذا نفعل في بلدنا، هذا بتصور أمر غير مقبول من أحد نهائيا. طيب سيد عبيد، أنا آسف، يعني الآن لك الحديث. موضوع أنا أسأل على موضوع التدخل، أولا رأيك قبل هذا السؤال الخارجي، رأيك في بقية هذه النقاط، إلى أي حد أنت مطمئن أنها ستتحقق أو يمكن أو الطريق التي يمكن أن تتحقق بها، وبعدين رأيك في تصريحات كلينتون؟ أنا رأيي أنها ستتحقق لأنني متفائل، ولأنني أرى اليوم أن الشارع السوري الذي كسر حاجز الخوف ونزل متحديا أجهزة الأمن قد وصل إلى بعض النتائج. اليوم هناك اعتراف بأن هناك أزمة في سوريا، وهذا يرد على لسان مسؤولين في الدولة، هناك أزمة في سوريا وهذا جيد. هناك احتجاجات، هناك اعتراف بأن هناك وحشية وقعت على المتظاهرين قبل الوعود بعدم إطلاق النار. لا بأس، المهم أن هناك وحشية وقعت، وهذا يعني أن هناك من يجب أن يحاسب. نحن نطالب الآن ويطالب الشارع كله بمحاسبة الذين قاموا بهذه الأعمال. الذين قاموا بهذه الأعمال ظلموا أبناء شعبهم. هؤلاء الذين تظاهروا في الشارع في درعا وفي الصنمين وفي اللاذقية وفي حمص وفي إدلب وفي دمشق وفي دير الزور، هؤلاء لم يكونوا مندسين. هؤلاء مواطنون صالحون يريدون إصلاحا في الوطن ويريدون أن يروا هذا يتحقق. سيدة بسنة شعبان قالت هم إسلاميين متشددين أرادوا أن يوقعوا البلد في فتنة طائفية، وقبل ذلك أشارت إلى مخيم أمل للاجئين الفلسطينيين أنهم كانوا وراء هذه المسألة. كيف تعلق؟ يعني هي كانت رفضت هذه الاتهامات من حكومات عربية أخرى ضد شعوبها في مقال لها شهير يكاد المعارضون أن يبروزوه ويعلقوه على جدرانهم. لماذا المندسون فقط في سوريا؟ لما يصل البلة دقنا مثل ما بيقولوا بصير نحن عنا مشكلة، أما نحن ما شاء الله كله تمام وما في عنا أي مشاكل في سوريا. هذا الكلام هو تسطيح للواقع. وأنا أعتقد أن على رئيس الجمهورية أن يعيد النظر في كثير من الكوادر التي حوله. ليس فقط تخوف الأمريكي يا سيد عبيد، التخوف الأمريكي لا يعني مش مطمئنة أن طلباتها تتحقق، يعني لا يعنينا نحن. التخوف الأمريكي بيطلع وبينزل، ما التخوف الأمريكي في الماضي لم يفدنا في شيء. بالعكس، الموقف الأمريكي للأسف لفترة طويلة في المنطقة العربية كانت ضد مطامح الشعوب العربية. فنحن لا نهتم كثيرا بالموقف الأمريكي في هذه المرحلة، لكن هم حقون في قلقهم. يعني نحن قلقون، مهن نحن قلقون لأننا لم نرى الإصلاح يمشي على الأرض حتى الآن. أنا أتوقع من خطاب رئيس الجمهورية غدا، أولا كنا نتوقع أن لا يكون في مجلس الشعب. ليه؟ لأن مجلس الشعب يجب أن يحل، يجب أن يحل في خطاب السيد رئيس الجمهورية. هذا المجلس
فيه الأغلبية محددة سلفا. حزب البعث لديه أغلبية النصف، أكثر من النصف، ومعه الجبهة الوطنية التقدمية لديه الثلثان، وبالتالي فهو قادر أن يفعل ما يشاء بالدستور، ونحن نعرف جميعا كيف عدل الدستور في ربع ساعة في عام 2000. المطلوب الآن أن ينفض رئيس الجمهورية هذا النظام القديم، وأن يعيد إصلاحه، وأن يبحث عن العناصر الخيرة. وهناك في البلد وجهاء، هناك شخصيات وطنية دفعت من عمرها ثمنا من أجل كرامة هذا الوطن، يستطيع أن يجتمع بهم. وهو اجتمع ببعضهم مؤخرا، اجتمع ببعض المشايخ وسمع منهم، والآن يجب أن يستمع إلى باقي فئات الشعب، لأن الشعب هو الذي سيصدقه، وهو الذي سيقول له ما يجري على الأرض. المشكلة في الحكومات العربية ربما أن هناك حاجز يصنعه بعض الحجاب الذين يحجبون الرئيس أو يحجبون السلطة عن الشارع. إذا كانت هذه، أنا لا أعرف، إذا كانت هذه هي المشكلة في سوريا، فلينزل الرئيس إلى الشارع وليسمع إلى شعبه مباشرة، يذهب إلى درعا. معي دقيقة ونصف للسيد طالب، طالما الأقمار الصناعية لم تقطع وما زال معي. سيد طالب، موضوع مجلس الشعب، ما هو يعني مش منطقي فعلا أنك تطلب من ناس ولاؤهم كامل لك أن يعارضوك أو يقدموا إليك نصيحة لا تكون على كيفك يعني بشكل أو بآخر. فهذا تركيبة مجلس بشكل أو بآخر هو تركيبة نظامية، إن هو مجلس نظام وليس مجلس شعب كما كتب البعض. يا سيدي، مجلس الشعب تنتهي أعتقد هذه الدورة الأخيرة له في هذا في هذه العام، وسيتبع ذلك انتخابات لمجلس الشعب. إذن موضوع مجلس الشعب أعتقد أنه موضوع منتهي، لأن المجلس قد أدى دوره وانتهت دورة التشريع له. هذه الدورة. فإذا موضوع مجلس الشعب أعتقد أنه يعني يمكن موضوع متأخر طلبه حاليا أنه حله أو غير ذلك. أنا كما قلت، قانون الأحزاب سينظم هذا الموضوع، سينظم موضوع دور الأحزاب في المجلس الشعب. وهناك حتى السيد رئيس الجمهورية تحدث مسبقا عنه، هناك نظرة جديدة نحو إجراء الانتخابات وآلية إجراء الانتخابات في سوريا. إذن كما قلت وأعود أكرر، أنا دعني أشارك الزميل في لديك في الاستوديو التفاؤل بأن الأمور الحمد لله تسير إلى خير، تسير إلى الأفضل، والإصلاحات التي بدأ التطبيق بها سنعمل على تطبيقها إن شاء الله، وتتضافر جهود كل الناس من أجل أن تعود سوريا كما كانت دائما بلد الأمن والأمان، وأن يكون فيها النظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي الذي كانت عليه. وطبعا بالتأكيد هناك مطالب محقة كما قالت الدولة. طيب، هناك مطالب محقة سيتم تضمينها يعني الإصلاحات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة. كل الناس، كل العيون السورية العربية الأجنبية كلها على خطاب الرئيس بشار الأسد غدا في مجلس الشعب ليعلن عن حزمة الإصلاحات. حتى حاولنا أن نقرأ ما أعلن وما تم فعلا جزء منه تطبيقه، والكتلة الكبيرة تنتظر ما سيعلن عنه الرئيس غدا. نحن كلنا سنتابع.